أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه. أناخ البعير أي جعله يجلس، ومعنى هذا عبارة عن الإقامة، يعني جاءوا على الإبل من الكوفة إلى كربلاء المقدسة، وثم أناخوا الإبل من أجل الحسين في كربلاء المقدسة، يعني الجيش الأموي أقام بكربلاء المقدسة حتى ينتهي من أمر الحسين، فبعد ذلك يذهب. واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه. هنا أكو نكتة. في السفر ما كانوا يستخدمون الخيل عادة، وإنما كانوا يستخدمون الإبل، وكانوا يسيرون الخيول بجنبهم بدون أن يركبوا على الخيول، يعني ما كانوا يحملون الخيول شيء خارج عن نطاق الخيول. الخيول كانت للحرب ما كانت للسفر، والإبل كانت للسفر، لهذا كانوا يسافرون على الإبل والخيول بجنبهم تسير بدون أن يكون عليها ركابها. واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه. وفرح ابن مرجان، ابن مرجان يعني عبيد الله ابن زياد، وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد. فرح هذين الثنين بشنو؟ بتوافر الخيل، أنه عندنا إهواي خيل، الخيل وفير كثير وكثرتها وكثرة الخيل. واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه، يعني اعتبروهم ضعفاء، قلوا مع هذا الجيش العظيم بعد أولئك مو شيء. وأيقنوا أنه، الضمير للشأن، لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق، يعني صار عندهم يقين من كثرة الدوريات المسلحة اللي كانوا قد وضعوها على الطرق، كان صاير عندهم يقين اللي بعد ماكو أحد يتجرأ على الالتحاق بالحسين. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام بأبي المستضعف الغريب، يعني الحسين مو فقط كان مستضعف وإنما كان غريب أيضا.
قال الإمام الصادق عليه السلام: تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه، وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام بأبي المستضعف الغريب: المطلب الأول، هذه الليلة حول عمل صدر من الشمر لعنة الله عليه في يوم عاشوراء، ومقارنة عمله هذا يوم الحملة على بيت أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين. وقبل أن أذكر هذا المطلب، ينبغي بيان مقدمة سريعة جدا. ذكر فيما سبق أن النسبة بين الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه من حيث العدد، وبين عدد الجيش الأموي، نسبة غريبة. الجيش الأموي حسب رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يتكون من 30,000، وهذول الأطهار إذا تقتل نفسك ما كانوا يصيرون 200، بل ربما ما كانوا يصيرون 150، بل العدد الرسمي مالهم 72. فماكو نسبة بين العدد في هالطرف وبين العدد في ذلك الطرف. طبعا في الأمور الأخرى أيضا ما كانت نسبة، يعني هذولك عندهم ماي هالطرف ما عندهم ماي، هذولك عندهم أكل وهذا قليل يذكر على المنابر من قبل الخطباء الكرام، هذولا كان عندهم أكل بس هذا الطرف ما كان عندهم أكل، ما كان عندهم أكل. ولكن عند العرب كان عيب فرد واحد يقول أنا جائع، أما فرد واحد يقول أنا عطشان ما كان عيب، لهذا ماكو ذكر عن جوعهم صلوات الله عليهم، وإنما أكو ذكر عن عطشهم فقط. وإلا هم كانوا يعانون من الجوع الشديد أيضا، وهذا الطرف المقدس كان يعاني من الخوف، الخوف من القلة ومن الغربة، أما ذاك الطرف ما كان يعاني من الخوف وما كان يعاني من الغربة. هذا الطرف المقدس كان يعاني من ناقص في الأسلحة ومن ناقص في التمارين العسكرية، أما ذاك الطرف ما كان يعاني من النقص في الأسلحة ومن النقص في التمارين العسكرية. خلاصة القضية، ما كان نسبة بين الطرف الحسيني وبين الطرف الأموي أبدا. صحيح أن الله تعالى كان مع الطرف الحسيني وكان ضد الطرف الأموي، وصحيح أن الطرف الحسيني كان يتمتع بالإيمان
والطرف الأموي كان ملحد ناصبي، وبعضهم يشكو من عدم الولادة الصحيحة. أما مع ذلك الدنيا دار الأسباب والمسببات والعلل والمعاليل، ففرد واحد في الدنيا لازم يسير وفق طبيعة الدنيا. على هذا الأساس الإمام الحسين عليه السلام بأن يقربوا الخيم بعضها من بعض حتى الخيم تأخذ أقل مساحة ممكنة. الثاني، أمر الإمام أن يشابكوا بين أطناب الخيم حتى الأفراد ما يتمكنون من اجتياز الفواصل بين الخيام. الثالث، أمر بجعل الثالث أمر أن يجعل الخيام في صورة هلال، هكذا. الرابع، أمر أن يجعل من خلف الخيم خندق يحيط بهلال الخيم. الأمر الرابع، أمر أن يملأ الخندق من الحطب والقصب بقدر الإمكان. هذه أربعة أمور. فقبيل بدء الحرب أمر الإمام بالشيء الخامس، وهو أن يحرق الحطب والقصب حتى العدو ما يتمكن يحمل على الجيش الحسيني لا من الخلف ولا من اليمين ولا من اليسار، وإنما يحمل فقط من الأمام. يعني الحرب تكون من جهة واحدة مو من أربع جهات. زين، فالجيش الأموي في صبيحة عاشوراء عندما اجوا شافوا الخيام التصقت بعضها ببعض والأطناب تداخلت بعضها في بعض، وأكو خندق ملئ بالقصب والحطب وأحرق كل القصب والحطب. شافوا لا هم يتمكنون يدخلون في النار حتى يصلون إلى الخيام، ولا الخيول مستعدة أن تدخل في النار حتى تصل إلى الخيام. لهذا اندقروا بشكل غريب. هم كانوا فرحانين بأنه ماكو نسبة بين الجيشين، هسه اجوا شافوا الابتعاد بين الجيشين من حيث الأمور المادية هواي قل بواسطة هذن الأمور الخمسة. فشنو سووا؟ هذول طلبوا أنه جماعة فدائيين يعبرون النار ويجون في خلال الخيام يقوضون الخيام وينهبون حتى الجيش الحسيني يصير عنده قلق، ما يعرف يخلي فكره في الحرب أو يخلي فكره يم النساء والأطفال والخيام والعدو اللي دا يهجم من الخلف ومن اليمين واليسار. هنا الإمام الحسين قال لأصحابه مو مشكلة، صيروا ثلاثة أربعة، يعني صيروا جوقات ثلاثة أربعة، فأنتوا تعرفون خرائط الخيام أحسن منهم، فهذول أنتوا هم أدخلوا في خلال الخيام فشوفوا أي فدائي جاي هنا، فأنتوا ارموا بالسهم أو اطعنوه بالرمح أو اقتلوه بالسيف. فهذول بعد ما عندهم هالجرأة اللي يكررون القضية، وبالفعل هالشكل صار.
عندما هذول اللي كانوا عابرين الخندق شافوا القضية هالشكل، بعد قيادة الجيش ما أمرت أفراد آخرين باجتياز النار والبلبلة، إلقاء البلبلة في الجيش الحسين. الشيء الثاني، قيادة الجيش الأموي قالت خو هذه الخطة ما نجحت، انتوا روحوا وأحرقوا الخيام بالمقدار اللي تتمكنون. بعض أصحاب الإمام قلقوا، صار عندهم قلق، اجوا يم الإمام، شنو نسوي هذول دا يحرقون الخيام؟ مضمون كلام الإمام أنه افرحوا، لأن عندما الخيام تحرق فمتنطفئ بسرعة، بيها حديد، عفوا بيها خشب، بيها أقمشة، بيها أشياء اللي إذا النار التهمت فيها فبسرعة متنطفئ. فمعنى ذلك مساحة الخندق الناري تتوسع أكثر، فبعد هذول ما يتمكنون يعبرون الخندق الناري. ليش؟ لأن أحرقوا الخيام والخيام ده تشتعل، فهم بكيفهم بدون معرفة وسعوا الخندق الناري من حيث العرض فصار زين، فقال اتركوهم يحرقوا الخيام، فأحرقوا الخيام بالمقدار اللي اتمكنوا. هم هم بعدين شافوا لا، القضية كانت في صالح الجيش الحسيني، فما قاموا يحرقون خيام أكثر. هذول الأفراد هم انتقلوا من خيام إلى خيام، صار عندهم ازدحام، أما نتيجة ما نجحت الخطة الأموية. فهذه كانت كمقدمة. في هذا الأثناء والحرب مبتدئة وكل الجيش الحسيني متوجه للحرب، لأن ماكو نسبة بين هالجيش وبين الجيش الأموي، في هالأجواء الشمر راد يلقي بلبلة، فشاف لفرد فرصة، فإجي اقترب من خيمة الإمام الحسين عليه السلام وطعن الخيمة برمحه. وتدرون الرمح عود طويل عليه حديد محدد وهالشكل مسنون، فاجي طعن خيمة الإمام الحسين عليه السلام برمحه وأطلق شعارا مرعبا. هسه نريد نبين هذا، وبعدين نقارن بعمل عمر عندما حمل على دار أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين. طبعا قبل أن نقرأ النص التاريخي، كل واحد يدري أن الشمر مثال الوحشية، مثال الغلظة، مثال القسوة، مثال الجفوة. يعني فرد واحد إذا يريدون يقولون أي شيء ما عنده يقولون هذا شمر. حمل شمر بن ذي الجوشان لعنة الله عليه حتى طعن فسطاط الإمام الحسين عليه السلام برمحه، الفسطاط الخيمة، ونادى صاح شمر علي بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله. علي بالنار يعني جيبوا إلي نار، أريد أحرق هذه الخيمة بمن فيها. طبعا الرجال أحياء، وكان هذا من جملة دناءات الجيش الأموي، لأن أنتوا إذا رياجيل روحوا حاربوا مع الرجال، ليش تخافون من محاربة الرجال؟ فأنتوا مو رياجيل. فصاحت النساء
وخرجنا من الفسطاط. فصاح به الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين وصل نفسه للموقف وصاح بالشمر: يا ابن ذي الجوشن، أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي؟ يعني أنت أقل من هذا الشيء. أنت إذا كنت شجاع، إذا كنت جريء، إذا كنت باسل، حتى إذا كنت رجال، كنت تحاربني إلي، شو تريد من الخيمة؟ أنا هدفكم، فليش تنهزم مني تروح على الخيام؟ حرقك الله تعالى بالنار. قال حميد بن مسلم. حميد بن مسلم بعبارة موجزة صحفي يرافق الجيش ومحترم من قبل الجيشان ما يأذوا، حتى يعرف الأخبار، يسجل الأخبار ثم ينقل الأخبار للعالم، فكان محترم من قبل الجيشين. وحسب أقوال في يوم عاشوراء يتبين وجدانه ما كان 100% محروق تماما، وإنما عنده بقية وجدان، لهذا في بعض المواقف كان يتدخل طبعا باحتياط بحذر شديدين، أما نتيجة كان يتدخل في صالح الجيش الحسيني. قال حميد بن مسلم: قلت لشمر بن ذي الجوشن: سبحان الله، إن هذا لا يصلح لك، مو صحيح هذا الشيء اللي أنت تريد تسويه، أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين؟ تريد توصف نفسك بصفتين قبيحتين تعذب بعذاب الله؟ عذاب الله يعني النار، يعني ما يصير فرد واحد يعذب بالنار، هذا مختص بالله. تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان والنساء، الولدان يعني الأطفال، هذا ما يصير. من يقتل الأطفال؟ من يقتل النساء؟ ومن يعذب بالنار؟ والله إن في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك. شوفوا الكلمة إيش كانت قوية، يقول أنت غير تريد رضا عبيد الله ابن زياد، فأنت إذا تقتل رجال المعسكر الحسيني فابن زياد يرضى عنك، فليش تتجاوز حدودك؟ فشوفوا يقول له وهو ما ينكرها، هو ما يقول لا أنا رأيي خدمة الإسلام، لا، هذا ده يقول له بالصراحة أنه أنت تريد تجلب رضا أميرك، ذاك هم ينكر. والله إن في قتلك الرجال لما لشيء ترضي به أميرك، ترضي بهذا الشيء، بهذا القتل أميرك. فقال لي حميد بن مسلم، ده يقول فقال لي الشمر: من أنت؟ أنت منو؟ لأن هنا أكو نكتة، في الحرب عادة كانوا يخفون أنفسهم، هم من حيث عدم المعرفة، هم من حيث عدم التأذي بوسائل الحرب. يعني تدرون في الحرب أكو عمد وأكو سهو. العراقي هم يقول رصاصة تايهة. يعني شنو؟ يعني ما كانوا يريدون في الحرب يقتلون هذا الإنسان، بس الرصاص أخطأ إجي قتل. فهذول حتى ما يتأذون في الحرب كانوا يسترون أنفسهم بالمقدار الممكن، حتى إذا السيف تايه، إذا رمح تايه، إذا ما أدري سهم تايه، حجارة تايه، إذا أي شيء تايه إجي، فلا يصيبهم بالأذى حتى الإمكان، وإذا هم عمد إجي هم لا يصيبهم بأذى حتى الإمكان. فهذول كلهم كان عليهم أغطية، فما كانوا يدرون هذا منه، بس كانوا يسمعون صوته.
فقال لي حميد بن مسلم يقول فقال لي الشمر من أنت اللي هالشكل ده تحكي وياي؟ قلت لا أخبرك من أنا. صحفي عنده احترام يتمكن يحكي هالشكل، لا أخبرك من أنا. بعدين هو حميد يقول ليش أنا ما أخبرته؟ وخشيت والله أن لو عرفني أن يضرني عند السلطان. بكرة يروح عند ابن زياد أو عند يزيد يقول هذا حميد بن مسلم تجاسر علي، فهذولاك هم ينتقمون مني، فأنا ما أريد هذا الشيء. يقول ما قبل مني الشمر، فجاء رجل كان أطوع له مني، فإجي بعدي رجل اللي الشمر كان أطوع لذلك الرجل مني، أطوع من الطواعية، يعني كان يشتري حكي ذلك الرجل أما ما كان يشتري كلامي. هذا منه شبث ابن ربعي، هذا من قادة الجيش من الضباط الكبار. فقال شبث للشمر ما رأيت مقالا أسوأ من قولك. شنو هذا الشعار اللي أطلقته؟ ولا موقفا أقبح من موقفك. أصلا ليش تدنيت إلى الخيام ما دام الرجال موجودين؟ روح على الرجال. أمرعبا للنساء صرت؟ أنت مو رجال حتى ترعب الرياجيل، فإجيت حتى ترعب النساء؟ قال حميد فأشهد إنه استحيا، يعني الشمر استحيا فذهب، راح إلى ساحة الميدان. حمل شمر بن ذي الجوشان حتى طعن فسطاط الإمام الحسين عليه السلام برمحه، ونادى علي بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله. فصاحت النساء وخرجن من الفسطاط، فصاح به الإمام الحسين عليه السلام يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي؟ حرقك الله تعالى بالنار. قال حميد بن مسلم قلت لشمر بن ذي الجوشن سبحان الله إن هذا لا يصلح لك، أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين، تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان والنساء؟ والله إن في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك. فقال لي من أنت؟ قلت لا أخبرك من أنا، وخشيت والله أن لو عرفني أن يضرني عند السلطان. فجاء رجل كان أطوع له مني، شبث بن ربعي، فقال ما رأيت مقالا أسوأ من قولك ولا موقفا أقبح من موقفك، أمرعبا للنساء صرت؟ قال فأشهد أنه استحيا فذهب. ولم ينبر هناك أحد ممن كانوا يدعون الإسلام وهم بالفعل كذبة، كانوا ملاحدة وكانوا نواصب، لم ينبر هناك واحد من الجماعة حتى ينتقد عمر مثل ما انتقد حميد بن مسلم الشمر، ومثل ما انتقد شبث بن ربعي الشمر. اكتفى بالشعار ولم ينفذ الشعار، واستحيا وذهب. الجيش الأموي
كانوا مرتزقة لم يأتوا من الكوفة إلى كربلاء المقدسة في سبيل إنجاز هدف مقدس، هدف ديني أو عقلي أو وجداني أو ما أشبه، وإنما جاءوا إلى الارتزاق، إلى تحصيل دنيا من وراء صناعة عاشوراء. كبيرهم وصغيرهم جاءوا لتحصيل الدنيا، وسبحان الله ما كانوا يخفون هدفهم، كانوا يصرحون مو عشرات المرات ولا مئات المرات. أصلا يوم عاشوراء كان قطعة تصريحات بأن الجموع القادمة من الكوفة إلى كربلاء المقدسة جموع كسبة، جاءت لكسب الدنيا عن طريق الحرام، بل عن طريق أشد أنواع المحرمات، وهو قتل الإمام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، اللي هم أركان الدين وأركان العقل وأركان الوجدان وما أشبه. أذكر لكم نص تاريخي: بعد ترتيبات الحرب من قبل أمير الجيش الأموي يوم عاشوراء عمر ابن سعد لعنة الله عليهما، فالحرب رادت تبدأ، فعمر بن سعد بدأ الحرب. شوفوا التصريح ماله: نادى عمر بن سعد، نادى أي صاح: يا دريد، دريد كان غلامه وكان غلامه المفضل، غلام اللي يعتمد عليه بمقدار ما يعتمد على ابنه أو أكثر، ولهذا كان ناطي الراية بيد دريد. شوفوا في حروب النبي صلى الله عليه وآله الراية كانت بيد من؟ ولا مناقشة في الأمثال، كانت بيد أمير المؤمنين عليه السلام، لأن ما كان هناك شخص أقرب للنبي من الوصي. هنا راية عمر بن سعد كانت بيد دريد، ومن هنا نعرف اعتماد، يعني كثرة اعتماد عمر بن سعد على دريد. نادى عمر بن سعد: يا دريد، أدنو رايتك. أدنو رايتك يعني قرب رايتك شوية أكثر من معسكر الإمام الحسين عليه السلام. فأدناها، فأدنى دريد الراية، ثم وضع سهمه في كبد قوسه، الكبد يعني وسط، ثم وضع عمر بن سعد سهمه في وسط قوسه ثم رمى، يعني رمى السهم باتجاه معسكر الإمام الحسين عليه السلام، فقال بصوت رفيع: اشهدوا عند الأمير، يعني زين باوعوا حتى بكرة يم عبيد الله بن زياد تشهدون بهذا العمل اللي دا يصدر مني، اشهدوا عند الأمير أني أول من رماه. ليش؟ حتى الأمير الجائزة الكبرى يطيها إلي ما يطيها الغيري، وخليكم شهود حتى ما يصير عندي شك أنه أنا بدأت الحرب. نادى عمر بن سعد: يا دريد، أدن رايتك. فأدناها، ثم وضع سهمه في كبد قوسه،
ثم رمى فقال اشهدوا أني أو اشهدوا عند الأمير أني أول من رمى. المطلب الآخر، هذه الليلة يشابه المطلب السابق. شوفوا، كان من أسباب تحصيل الجائزة أن فرد واحد يودي رأس أحد الشهداء، الرأس المقطوع، إلى عبيد الله بن زياد وثم إلى يزيد بن معاوية، فيقدم الرأس كوثيقة أنه أنا اللي قتلته ويأخذ الجائزة. زين، هذا أمر دنيوي تكلمنا حوله. كان هناك أمر دنيوي آخر، وهو أنه فرد واحد يشيع بين الناس أنه أنا قتلت أحد الشهداء، حتى يصير عنده اعتبار بين الناس أنه هذا شجاع، هذا جريء، هذا باسل. فهذول كانوا دنيويين حتى في الدنيا الزائفة، مو الدنيا الحقيقية. يعني ضابط كبير، أحد قادة الجيش، كان يجي على أحد القتلة يقول شوية اعطيني هذا الرأس اللي أنت قتلت صاحبه، أنت قطعته من بدن صاحبه، حتى أنا أعلق الرأس في عنق فرسي وأقوم أفتر في الجيش الأموي كله حتى يشوفوني أنا قتلت صاحب هذا الرأس وأنا قطعت هذا الرأس عن جسد صاحبه. شوفوا إيش قد دنيويين، حتى يجرون وراء الدنيا الزائفة، مو فقط البوند إلى ربه الذي يعبده من دون الله، لا، ادعاء تحصيل البوند كاذبا أيضا مهم عنده. يعني فرد واحد ما يكون عنده ألف بوند بس ينشر بين الناس أنه أنا عندي ألف بوند، هذا هم كان من أهدافهم، من أهداف كبارهم. شوفوا القضية مفصلة في شهادة حبيب ابن مظاهر أو مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، والقصة مفصلة يذكرها الخطباء الكرام على المنابر المقدسة. احنا نقرأ من النصوص التاريخية موضع الشاهد. قاتل منه الحبيب قتالا شديدا، فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه. طبعا متى حمل عليه؟ مثل ما ذكر في الليالي السابقة، حمل عليه بعد أن قتل جمهرة كبيرة من الأعداء، وبعد النازف الكثير اللي صار عنده، وبعد التعب الشديد اللي صار عنده، فهذا إجي عليه عند ذاك بعد أن قتل 62 رجلا غير الذين جرحهم. بعد ما عنده حيل، ففرد واحد إذا يتقدم إليه يقتله بسهولة، فماكو فخر. قاتل قتالا شديدا فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه، وحمل عليه آخر من بني تميم فطعنه، الطعن يعني الضرب بالرمح، فوقع الحبيب، وقع من الفرس على الأرض، وذهب ليقوم، يعني راد الحبيب يقوم من الأرض حتى يستمر في القتال،
فضربه الحصين بن تميم أو ابن نمير، وهذا من قادة الجيش الكبار، على رأسه بالسيف. الحصين ابن تميم ما كان له دور. إذا كان دور إلى فرد واحد كان للذي ضرب الحبيب على رأسه، ثم كان للذي طعنه حتى ألقاه من الفرس على الأرض. هذا عندما شاف الحبيب على الأرض وقع، فإجهم ضرب ضرب على رأسه. فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع. الحبيب وقع على الأرض مرة ثانية. ونزل إليه التميمي. هس هنا ما موضح أنه التميمي اللي نزل إلى الحبيب كان الضارب أو كان الطاعن. هس أحدهما. ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه. احتز يعني قطع. فقال له الحصين، هذا القائد العظيم دا يقول لهذا اللي قطع الرأس، إني لشريكك في قتله. أنا شريكك في قتل الحبيب. طبعا يكذب، مو شريك، أما هذا قائد وذاك جندي. الجندي يتمكن يرد قول القائد، إني لشريكك في قتله، أعطنيه يعني أعطني الرأس أعلقه في عنق فرسي. ليش؟ كي ما يرى الناس ويعلموا أني شاركت في قتله، مو أنه أنا قتلته. ثم خذه أنت بعده. أنا عندما أقوم باستعراض كاذب زائف، بعد ذلك أعطيك الرأس أنت أخذه حتى تودي إلى عبيد الله بن زياد وإلى يزيد بن معاوية فتأخذ الجائزة. ثم خذه أنت بعده فامض به إلى عبيد الله بن زياد وخذ جائزتك منه. فدفع إليه. فدفع هذا التميمي اللي كان جندي بسيط إليه، إلى ذلك القائد العظيم، رأس حبيب ابن مظاهر. فجال به في العسكر. فجال هذا القائد بالرأس في العسكر، يعني قام يدور في كل العسكر حتى العسكر يشوفون هذا الذي قتل حبيب. وقد علقه في عنق فرسه. معلق الرأس في عنق الفرس ودا يتفنتر حسب القول العراقي حتى يقول أنا القاتل. ثم دفعه بعد ذلك إليه. ثم دفع الحصين رأس الحبيب بعد هذا الاستعراض الكاذب الزائف إلى ذلك القاتل. قاتل حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه قتالا شديدا، فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه، وحمل عليه آخر من بني تميم فطعنه فوقع، وذهب ليقوم فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع. ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه. فقال له الحصين، إني لشريكك في قتله، أعطنيه أعلقه في عنق فرسي كي ما يرى الناس ويعلموا أني شاركت في قتله، ثم خذه أنت بعده فامض به إلى عبيد الله بن زياد وخذ جائزتك منه. فدفع إليه رأس حبيب فجال به في العسكر وقد علقه في عنق فرسه، ثم دفعه بعد ذلك
إليه. إحنا ما عدنا وقت حتى ندخل في مطلب آخر، وإنما نذكر شيء بشكل سريع من تتمة القصة. طبعا ما عدنا تعليق على هذه التتمة. لما رجعوا إلى الكوفة، يعني الجيش الأموي، أخذ الآخر ذاك القاتل رأس حبيب فعلقه في عنق فرسه، ثم أقبل به، يعني أقبل بالرأس، جاب الرأس إلى عبيد الله بن زياد في القصر، في قصر الإمارة، حتى يأخذ الجائزة. فبصر به ابنه قاسم بن الحبيب، وهو يعني والحال أن هذا الابن يومئذ قد راهق، راهق يعني قريب البلوغ. فأقبل القاسم مع الفارس لا يفارقه، لأن رأس أبوه وياه، شلون يتمكن يفارق رأس أبوه؟ كلما دخل القصر دخل معه، كلما دخل الفارس القصر هذا الطفل هم يدخل وياه، وإذا خرج خرج معه. فارتاب به الفارس، شك في هذا الطفل، شنو يريد منه؟ فقال: يا ما لك يا بني تتبعني؟ اشبيك أنت دا تجي وياي؟ قال: لا شيء، مو مشكلة. قال الفارس: بل يا بني أخبرني، لا حتما عندك هدف، لازم تقول لي. قال له البني، قال لي يعني الابن، قال للفارس: إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي، أفتعطينيه حتى أدفنه؟ اعطيني رأس والدي، أريد أدفنه. قال الفارس: يا بني لا يرضى الأمير أن يدفن. أولا ابن زياد ما يرضى أن تدفن الرؤوس، لأن يريد يستعرض الرؤوس في المدن وبعدين يسلم الرؤوس إلى يزيد. ثانيا: وأنا أريد أن يثيبني الأمير على قتله ثوابا حسنا. الثواب عن الجائزة، أنا هم أعطيك الرأس، هذا شاهدي، هذا دليلي، أريد أودي يم ابن زياد حتى يعطيني جائزة عظيمة. قال الغلام، شوفوا إشكال جريء في ذلك الظروف: لكن الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب. بس لازم تعرف الله ما يقدم لك جائزة، وإنما الله يقدم لك عقاب. أما والله لقد قتلته خيرا منك. خيرا هنا حال، يعني صحيح أنت قاتل الحبيب، أما قتلت الحبيب حال كونه خيرا منك عند الله تعالى. فالشرير قتل الخير، شلون تفرح في هذا الشيء؟ وبكى، وبكى الطفل. فمكث الغلام، الغلام انتظر، قال لازم أقتل هذا القاتل. فمكث الغلام حتى إذا أدرك، يعني صار بالغا وصار شابا وصار قويا، لم يكن له همة إلا اتباع أثر قاتل أبيه. دائما يسأل: هذا وين راح؟ هذا وين موجود؟ هذا أبيها مقهى يجي؟ هذا أبيها مكان يتواجد؟ ليجد منه غرة فيقتله. غرة يعني غفلة. ليجد منه غرة فيقتله بأبيه. فلما كان زمان مصعب ابن الزبير، مصعب ابن الزبير كان والي من قبل أخيه عبد الله ابن الزبير في الفترة اللي عبد الله ابن الزبير صار به ملك من الملوك. فلما كان زمان مصعب بن الزبير وجده في مكان فقتله. الابن وجد القائل
القاتل في مكان فقتله وخلصت القضية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.